السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. إن شاء الله النهاردة هنحل محافظة الجيزة جبر من كراسة المعاصر أدبي. أول نقطة، عدد طرق اختيار 6 طلاب من بين 10 طلاب. السؤال ده يا باشمهندسين تبديل ولا توافيق؟ كان في المسائل دي بنقول لو حدد مناصب، يعني عاوز يختار رئيس، نائب للرئيس، سكرتير، حاجات من دي، يبقى ده تبديل. لو ما حددش مناصب يبقى دي توافيق. هنا هو ما حددش مناصب يبقى دي توافيق. توافيق كام؟ توافيق 10-6. كنا بنحل التوافيق ازاي؟ في طريقين، لا بالآلة الحاسبة لا بالقانون. لو بالقانون مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، 10 في 9 في 8 في 7 في مضروب 6 راح مع مضروب 6، وهنا 4 في 3 في 2 في 1. نختصر، دول كده 2 دول كده 3، الاثنين راحت، بقى النتيجة 3 في 10 ب30 في 7 ب210، يبقى الاختيار هيكون 210. قيمة المتسلسلة سمشن ره من أول 1 لحد 7، 3 ر - 2. كان في طريقين للمسألة دي للحل، كان يا أستاذ لإما باستخدام الخواص لإما عوض بإيدي. هنا من 1 لـ7 الأرقام مش كتيرة، ممكن نعوض بإيدينا. هنعوض من أول 1 لحد ما نوصل للـ7، يعني هنعوض بالواحد مرة، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة. لما نعوض بالواحد يعني هنشيل الره ونحط 1، 3 في 1 ب3 ناقص 2 زائد، عوض ب2، 2 في 3 ب6 ناقص 2، عوض بال3، 9 ناقص 2، عوض بال4، 3 في 4 ب12 ناقص 2، عوض بال5، 15 ناقص 2، عوض بال6، 18 ناقص 2، عوض بال7، 21 ناقص 2. هنطلع يا أستاذ الناتج ديت، 3 ناقص 2 1 زائد 4 زائد 7 زائد 10 زائد 13 زائد 16 زائد 19. نطلع النتيجة دي كلها، مجموع دول كلهم طلع 70. تباديل 7 ر بتساوي 42. قلنا له يا أستاذ ده دي معناها ابتدي من أول 7، اضرب في الأرقام اللي قبلها لحد ما تطلع نتيجتك 42. قلت له بما إن بداية 7، 7 في كام؟ في 6. طيب 7 في 6 ادوك 42؟ أيوه. طب افرض ما كانوش يدوني ال 42، تضرب في 5 لحد ما تجيب الرقم اللي هنا. كده يا أستاذ 7 في 6 ب42، كم رقم دول؟ رقمين، ما الره دي بتبقى عددهم، يبقى الره بتساوي 2. الحد العام للمتتبعة 1 8 27 64، وهكذا. يعني اكتشاف نمط. طب ما أنا معايا العلاقات، جرب نون دي مش بواحد اتنين تلاتة أربعة، يعني الحد الأول نون دي اللي هي بتكون رتبة الحد، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع، يعني لو حطينا النون بواحد اتنين تلاتة أربعة إيه اللي هيطلع لي النمط ده؟ طبعا الواحد لما كعبناه 1، 2 لما كعبناها يعني قص 3 8، 3 لما كعبناها ادتني 27. يبقى النمط يا أستاذ لو أنا خدت الحد ده حطيت له أس 3، رتبة الحد حطيت لها أس 3، هتديني المتتبعة دي، يبقى الاختيار هيكون نون أس 3. نون مضروب نون ناقص 1 بتساوي 24. أوجد توافيق نون 3، يعني إيه؟ ده دي يا أستاذ مضروب، فكت منه رقم، يعني ده كان أصله مضروب نون. لو جينا نفك ده هيكون إيه؟ نون في نون ناقص 1، يعني هيديني ده كده. طيب خلي بالي الناس من حاجة، في مسألة مشهورة جدا تبص تلاقي قدام النون اللي جوه رقم وما انتش عارف تتصرف ازاي فيها.
قال لك بسيطة، اضرب المعادلة اللي يديها لك، يعني مثلا اداك معادلة كده، اضرب المعادلة اللي يديها لك دي في 2 في اليمتين، بقى ده مضروب 2 نون عادي خالص. يبقى دي كانت مضروب نون بتساوي 24، المضروب ده بنفك من اول الواحد، 1 في 2 في 3 في 4، 1 في 2 ب 2 في 3 ب 6 في 4 ب 24 تمام. يبقى دي كانت مضروب الأربعة، يعني النون دي بتساوي 4. هو عاوز توافيق نون 3، توافيق 4 3، يبقى مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى 4 مضروب 3 على مضروب 3، دول راحوا، بقت النتيجة بتساوي 4. في المتسلسلة الحسابية 3 زائد 5 زائد 7 زائد 9 زائد لحد ما وصلنا لل 63، عاوز يعرف عدد حدودها كام ومجموعها كام. قلت له يا أستاذ دي حسابية، أنت عايز عدد حدودها، طب ما نعرف رتبة ده كام. قلت له كان في حد معرفش رتبته، كان قيمته ب 63. هي حسابية كان قانون الحد العام أ زائد ن ناقص 1 في د. القانون ده اللي كنت بعرف منه أي حاجة مجهولة. أ ده الحد الأولاني اللي هو 3، ن ناقص 1 في د، دي الزيادة اللي حصلت أو النقصان، بطرح حدين متتاليين من بعض، 5 ناقص 3 أو 7 ناقص 5 أو 9 ناقص 7، تلاقيها ثابتة. ن ناقص 1 في 2 بتساوي 63، يبقى 3 زائد 2 ن ناقص 2 بتساوي 63، 2 ن بتساوي دول كده بواحد، عدنا بإشارة مخالفة، 63 ناقص 1 62، نون بتساوي 31. كده يا أستاذ أنا عرفت إن عدد الحدود 31، أقدر أجيب لك المجموع. كان قانون المجموع إيه؟ نون على 2 في أ زائد لام، ده يديني مجموع 31 حد، يبقى 31 على الاتنين في أ اللي هو الحد الأول زائد الحد الأخير. كم عددا يمكن تكوينه من ثلاث أرقام مختلفة من بين مجموعة الأرقام دي؟ جينا يا أستاذ قلنا له هي دي تباديل ولا توافيق؟ لو هكون أرقام دي كده يا أستاذ تباديل، إنما لو هكون مجموعات هتكون توافيق. هنا بيقول لي كون رقم من ثلاث أرقام، جينا قلنا له يبقى دي تباديل، كم رقم دول؟ 2 4 5 أرقام، هاخد منهم كام؟ 3. يبقى النتيجة مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، اللي فوق ناقص اللي تحت، يبقى دي 5 في 4 في 3 على دي كانت مضروب 2 راحت مع مضروب 2 اللي اتبقى. أو واحد تاني قال لا، طب ما أنت تفك الخمسة ثلاث مرات، 5 في 4 في 3، فك الخمسة ثلاث مرات مش تقف عند الثلاثة، يعني دي لو كانت 7 كنا فكناها 7 في 6 في 5، يعني هتساوي 60 طريقة. متتبعة هندسية أساسها نص وحدها السادس 2، أوجد المتتبعة ومجموع حدودها إلى ما لا نهاية. كان يا أستاذ الحد العام بتاعي كان بيساوي أ في ر أس ن ناقص 1، ده اللي بيجيب منه أي حد أنت عاوزه. قلنا له أنت قلت إن الحد السادس ب 2، ح 6 بتساوي 2، ح 6 دي اللي هي إيه؟ أ في ر اللي هي الأساس، أس ن ناقص 1 6 ناقص 1 إدتني 5 بتساوي 2، يبقى أ طلع ب 64، ادي 2 ودي كانت 2 اس 5 وسطين في طرفين اللي هي ب 32 في 2 ب 64، كده ان معايا ا ب 64، يبقى المتتبعه كانت 64 وكل مره اضرب في نص، نص ال 64 32، 32 في نص ب 16 في نص ب 8 وهكذا. عاوز مجموع حدودها لما لا نهايه،
قانون مجموع لما لا نهاية ألف على واحد ناقص ر، بسيط جدا، ألف بأربعة وستين على واحد ناقص نص يتبقى نص، يبقى النتيجة 128. ده المجموع لما لا نهاية. توافيق نون 15 بتساوي توافيق نون 4. كان يا أستاذ ديت حالة خاصة في التوافيق. كنا بنقول إمتى توافيقة تساوي توافيقة؟ قلت له في حاجتين، لو النون دي زي بعض أو مش زي بعض. هنا هما زي بعض، طب افرض ما كانوش زي بعض فكهم، طب هما زي بعض أعمل إيه؟ قال لك النون اللي فوق دي بتساوي مجموع الأساسات دي اللي هي 15 زائد 4، يبقى النون طلعت ب 19. هو عاوز تباديل نون 2، تباديل 19 2، يعني ال 19 فكها مرتين تكون 19 في 18 بيساوي 342. عددا موجبان وسطهم الحسابي 5. هو ايه قانون الوسط الحسابي؟ س زائد ص على الاثنين بتساوي 5، يعني س زائد ص ب 10. ووسطهم الهندسي 4، س في ص تحت الجذر بتساوي 4، يبقى س في ص بتساوي 16. في معلومه هنا يا شباب خلي بالكم منها في الدرس ده، دايما الوسط الحسابي اكبر من الوسط الهندسي او يساويه. هنجيب قيمه من معادله الدرجه الاولى نحطها في معادله الدرجه الثانيه. س بتساوي 10 ناقص ص، هنبدل السين ونحط 10 ناقص ص في المعادله دي، في ص بتساوي 16. 10 ص ناقص ص تربيع بتساوي 16، ص تربيع ناقص 10 ص زائد 16 بتساوي 0. نحلل، كم في كم يديني 16؟ الاثنين في 8 ب 16، الاخير موجب الاثنين المنتصف، ومنها الص ب 2 ومنها الص ب 8. طب لو عوضنا ب 2، الس ب 8 او الس ب 2، يبقى العددين هما 2 و 8 او 8 و 2. اوجد رتبه وقيمه اول حد سالب في المتتابعه دي. رحنا يا استاذ قلنا له المتتابعه دي نوعها ايه اصلا؟ كل مرة بتقل 2، شفت بتقل 2 كل مرة، يبقى دي حسابية. ليه؟ لأن الدال بتاعتي طلعت ب 17 ناقص 19 سالب 2، أو 15 ناقص 17 سالب 2. المتتابعة اللي بيبقى الطرح بتاعها أو الجمع ثابت دي بتكون حسابية. هو عاوز أول حد سالب. قلت له أول حد سالب يبقى الحد النوني أصغر من الصفر. الحد النوني اللي هو أ زائد ن ناقص 1 في د، متفقين إن ده بجيب منه أي حاجة أنا عاوزها. معايا أ ب 19 ومعايا الدال بسالب 2. 19 ناقص 2 ن زائد 2 أصغر من الصفر. 21 ناقص 2 ن أصغر من الصفر. 2 نون ناقص 21 أكبر من الصفر. ليه؟ لما كانت النون بتكون سالبة بنغير علامة التباين وكل الإشارات. 2 نون أكبر من 21، نون أكبر من 10 ونص، اللي أكتر من 10 ونص 11، يبقى الحد 11 يا أستاذ هو أول حد سالب. حد نوني بيساوي 2 أس نون، أوجد المتتابعة. كنا بنقول له عايز المتتابعة بنعوض عن النون بواحد، بنعوض عن النون باتنين، بنعوض عن النون بتلاتة، تلات أعداد كفاية، يبقى اتنين أربعة تمانية وهكذا. عاوزين مجموع خمس حدود الأولى منها، كان القانون إيه؟ مجموع عدد من الحدود بيساوي أ في ر أس ن ناقص واحد على ر ناقص واحد، ده قانون المجموع. انت عاوز مجموع خمسة، أ ما هي باتنين في ر، ر الزيادة اللي حصلت ده هنا يا أستاذ، هنا زاد اتنين وهنا زاد أربعة، ده دي هندسية. ليه؟ لأن كل مرة بيضرب أربعة على الاتنين فيها الاتنين، يبقى الأساس اتنين. أس خمسة ناقص واحد على اتنين ناقص واحد،
الناس تخلي بالها. في فرق ما بين قانون الحد انك تجيب حد وقانون المجموع. في قانون الحد كنا بنقول ألف في ر أس ن ناقص واحد، ناقص واحد دي كانت في الأس، هنا لا هي مش في الأس، يبقى بتساوي 2 في 31 على الواحد، طلعت ب 62، دول 2 أس 5 ب 32 ناقص واحد ادت 31، يبقى النتيجة كلها طلعت 62. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.